الرحيم. اولا الحمد لله الرجوع تاعي ضمن الفريق اللي ما نكذبش عليك فور اتصال تاع رئيس الفريق حسيت انه واجب لي نرجع للفريق هذا اللي حتى هو قدم لي شيء كبير. ان شاء الله نكونوا على وتر ونرجعوا هيبه الفريق هذا اللي يعني فات في باساج شويه صعيب. ان شاء الله باذن الله نخرجوا منه باقرب وقت ولو انه المأمورية صعيبة شوية. نطلب تكاثف جهود الجميع سواء مناصرين اللي ان شاء الله يوقفوا معنا في ظروف صعبة هذه، ادارة الفريق لاعبين احنا كطاقم ان شاء الله نمدوا شي اللي علينا وباذن الله يسلك الفريق في اقرب وقت باذن الله. والله احنا كل نقطة راح نلبو عليها نمدوا افون نتقاتلوا على النقاط اللي باقية. راح نلبو مباراة الجاية امام فريق شباب الوزاد حتى هو يلعب المراتب الاولى. احنا مصير تاعنا لحد الان مازال بين يدينا، ان شاء الله نديروا الشيء اللي علينا واكثر ان شاء الله باش نعودوا بنتيجه ايجابيه اللي راح ترفع معنويات اللاعبين والمدينه ككل. ان شاء الله مدينه تسهل كل خير باذن الله نسلكوا الفريق في اقرب وقت.